لكم، لانكم انا عارف ومتاكد انكم كلكم كنتوا بتدعوا لي من القلب سواء حد يعرفني او ما يعرفنيش او كده. فالحمد لله طبعا الحمد لله انا لسه طالع دلوقتي بقالي بالظبط 3 ساعه من المستشفى بتاعه برما بعد الحمد لله ما تم الشفاء بتاعي بنسبه 100% الحمد لله. طبعا عايز ابدا معاكم علشان الناس اللي هي كل شويه فاتحه النت وتلاقي فيديو وتتاثر بيه والحاجات دي. هي بالظبط من قيمه اكتر من 10 ايام، لان انا دخلت المستشفى كده 5 ايام، كان قبلها في حدود اسبوع او 10 ايام كنت تعبان جدا في البيت. طبعا التعب بيجي عباره عن صداع في الجزء الاولاني من الراس، هنا صداع جامد جدا، يعني صداع بيخليك تحس ان هي ان عينيك طالعه منك هنا او الالم طالع من عينيك ومن الجزء ده. شويه الصداع ده تحس انه اختفى، بتيجي تطلع درجه الحراره شويه، تبص تلاقي جسمك كله متكسر، مع انك انت نايم على السرير جاي تقوم مش قادر تقوم، حاسس بتقل جامد في جسمك لان مش قادر ترفع جسمك من على السرير. انا طبعا الاعراض دي عادي بحسبها برد وكده، فرحت للدكتور بتاعي فهو قال لي لا برد، واداني اللي هي التكبرينة والحاجات دي. في نفس الوقت ده ما فيش، ممكن يوم لقيت عند المدام نفس القصه تعبت وكده، رحت اكشفت عليها، الدكتور قال لي برده اديها تكبرينة. فضلنا بقى مشينا معاه في حدود 10 ايام واكتر دلوقتي نظام تكبرينة وما فيش فايده وكده وكده. المهم اتصلت على الاسعاف يوم الاربع بالليل، جت خدت مدام من عندي من البيت ورحنا بقى المستشفى هنا، المستشفى بتاعت بيت شمسي. المهم هم قالوا لنا ان هي خلاص عندها كورونا بنسبه 100% يعني. فقلت له يا دكتور طب هي الحاله يعني النسبه ولا؟ قال لي مفيش حاجه اسمها كورونا، مفيش حاجه اسمها نسبه بكام في الميه وكده، لا موجود او مش موجود، لا اما عندك لا اما ما عندكش. فشمال يمين قال لي لا هي عندها ولازم تتحجز هنا. هم خدوها مني انا ما شفتهاش خالص غير دلوقتي، ودخلوها على طول الحجز الصحي او الحجر على طول، والحمد لله يعني نحمد ربنا اللي هي في دلوقتي الحمد لله يعني. المهم انا حلال اللي هو الدكتور وكده، فقال لي انت كمان عندك كورونا. المهم ما رضوش هنا دخلوني المستشفى بتاعت باتشنسا، قال لي ان العدد كامل وكده ما فيش اماكن. فاتصلت هنا يومها على عرفات، فعرفات رحنا واتكلم مع المستشفى واتصل على ناس تعرفه وكده، ما فيش اي فايده خالص. والمهم عرفات نصحني وقال لي لازم تطلع على المستشفى بتاعت برما دلوقتي، يا اما برما او بولونيا ابعد عن باتشنسا. المهم انا رحت المستشفى بتاعت برما، اول ما خدوا مني عينه الدم والتحليل قالوا انت عندك كورونا. فالمهم حجزوني وبدات اخد المضادات الحيويه. هم بيعملوا في حاجه اسمها الطنبوله، ده بياخدوا عينه منك من منظورك من هنا بخراطيم كده، وبياخدوا عينه من مناخيرك، دي اللي بتحدد كل حاجه، وديت اللي بتثبت كل حاجه موجوده ولا لا، غير اللي هي الدم اللي بيتاخد منك كل يوم والحاجات دي. فطبعا هم خدوا مني العينه وقال لا موجود. فالمهم اتحجزت، فكان طبعا اتحجزت من يوم الجمعه لغايه دلوقتي بخمس ايام على العشر ايام اللي هم كانوا قبلها اللي انا كنت في البيت، فكده يعتبر عدى الفتره بتاعته. فالحمد لله امبارح الدكتور طمني، حتى انا اتصلت على عرفات قلت له امبارح الحمد لله في خير وفي تحسن جامد وكده. فالمهم النهارده الحمد لله التحاليل النهائيه طلعت الصبح، خدوا مني الدم الصبح. هم عشان برضو الناس ما تقلقش، هو بيبقى عايز العزيمه مش اكتر، مفيش حاجه اسمها هي المضادات الحيويه والحاجات دي كلها علشان يعني بيزودوا جهاز المناعه بتاعك، بس اعرف وتاكد ان هي العزيمه لازم تكون من عندك انك عايز تخف او عايز تعيش، لان هو عباره عن خوف. لو اتملكك الخوف المرض مش هيطلع منك، لان هو المفروض بعد ال 14 يوم لا اما يطلع منك لا اما يعمل الفتره بتاعته الجديده ويتجدد من جديد. فهو دلوقتي بعد الحمد لله بعد ال 14 يوم طلع مني، لان طبعا الحمد لله دعواتكم معايا وربنا وكده، وكان في ناس اخواتي في مصر كانوا دايما بيساندوني كل شويه استحمل واعف، احنا عارفين انك عداء ودود، والناس اصحابي هنا اللي كانوا بيكلموني حتى، ومعظم الناس كلهم كانوا كلهم على الرسائل على الخاص على الواتساب وعلى كده دايما كانوا يقولوا لي اعفى يا شوكه تجمد احنا عارفينك اقوى من كده والحاجات دي. الحاجات دي كلها عايز عزيمه، انما لو انت هتستسلم ليه هو هيقتلك لو انت استسلمت ليه، انما هو زيه زي البرد، هو مش مميت ولا اي حاجه خالص. هو تعالى شوف في المستشفيات دلوقتي مليانه منه، بس هي عايزه العزيمه بتاعتنا. وبعدين احنا كده كده مسلمين وعارفين ان كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، سواء انت بقى مكتوب لك تموت بكورونا، مكتوب بحادثه غير حادثه، بس هو عايز العزيمه بتاعتك وعاوز الشجاعه وعاوز القوه بتاعتك، فلازم انت تقاتله مش هو اللي يقاتلك، لازم انت، هو ده جندي مجهول بالنسبه لك، انت لازم تكون اقوى منه. اقوى منه بايه؟ دايما خلي الاستغفار والدعاء والحاجات دي على لسانك.